السلام عليكم. وعليكم السلام نتكلم ورحمة الله وبركاته. نكمل بدرسنا اليوم. راح ناخذ الأساس والأساس الجزئي. أساس والأساس الجزئي اليوم بس راح ناخذ الأساس. هني عبارة عن درسين. اليوم راح ناخذ الأساس، والمحاضرة الجاية إن شاء الله ناخذ الأساس الجزئي. تعريف الأساس: إذا أنا عندي فضاء توبولوجي إكس تاو وعندي عائلة من تاو، أسرة مجموعات من تاو، يعني إحنا شفنا إنه تاو هي عبارة عن توبولوجيا، هي كمان أسرة عائلات فيها الإكس والفاي ومجموعات أخرى. فأنا عندي هلا قاعدة بيت بي كبيرة محتوات بهالأسرة تاو، بنسميها لهي البي بيس أو قاعدة التوبولوجي تاو. إذا كانت كل مجموعة مفتوحة من تاو، مجموعة مفتوحة يعني نحن عم نحكي عن توبولوجيا، وبالتالي كل مجموعة مفتوحة من تاو هي عبارة عن اتحاد عناصر من بي. كل مجموعة مفتوحة هي اتحاد عناصر من الأسرة ب. هلا ب هل هي توبولوجيا أو لا؟ ما بهم، ممكن تكون توبولوجيا وممكن تكون لا، لكن العناصر تبع تاو تكتب بشكل اجتماع لعناصر هالب هي. بظن التعريف واضح. هلا بناخذ مثال، يعني معنى آخر بيعرفوه بالشكل التالي، انه نقول انه باساس التوبولوجيا تاو اذا كان لكل بي من يو، يعني لكل عنصر من يو مجموعه مفتوحه من تاو، يعني انا تاو شفنا بنسميها تاو هي اسره المجموعات المفتوحه يو كذا كذا بتحقق الشرط. فانا عندي كل نقطه بي من المجموعه المفتوحه، يعني يو من تاو بي من هاليو، في عنصر من بي كبيره من الاسره بي يعني من هاي المجموعه، بحيث انه هالبي نقطة تنتمي ل المجموعة بي من الأسرة بي كبيرة اللي محتوات بتكون فيه. لهون في أو مشان ما يصير التباس، نحن أخذنا بالدرس الماضي المجاورة، قلنا إذا كان عندنا إكس تاو فضاء توبولوجي وكان عندنا مجموعة N محتوات بـ X وعندنا نقطة P تنتمي لـ X، شوفوا هون الـ P تنتمي لـ U عشان نفرق بيناتهم ما يصير التباس. هونيك الـ P كانت من X، فكنا نقول أن N مجاورة للنقطة P، كنا نقول أن N مجاورة للنقطة P إذا كان أو إذا وجد مجموعة مفتوحة يو من تاو، بحيث كانت تحقق هالبي تنتمي ليو اللي محتوات وين؟ في ان. هذا كان اسمه تعريف المجاورة، فكنا نقول ان ان مجاورة للنقطة بي. هون شو صار؟ لا، لازم ينوجد مجموعة من الأسرة بي، من هاي الأسرة مجموعة سميتها بي صغيرة، محتوات بالمجموعة المفتوحة يو، وهالبي صغيرة هاي تحوي النقطة بي. في أي سؤال؟ نشوف الأمثلة. مثال: عندنا فضاء توبولوجي اكس تاو وعندنا المجموعة اكس هي اي بي سي دي، عرفنا على هالاكس هي أسرة تاو توبولوجيا تاو بالشكل هي الاكس والفاي والمجموعتين المفتوحتين
A B و C D. هلا هون هو قلتها ونحن فينا نتأكد الإكس تنتمي، الفاي تنتمي، شو عندنا شروط لسه؟ اجتماع هدول المجموعتين ينتمي، A B C D هو الإكس ينتمي، A B تقاطع C D الفاي ينتمي. فإذا هي الأسرة تاو هي توبولوجيا. يعني لو ما قال لي توبولوجيا فينا نحن نتأكد إنه هي توبولوجيا. فتاو تشكل توبولوجيا على المجموعة إكس. وعطاني المجموعة بي واحد سماها، شوفوا دائما رمز أسرة المجموعات، يعني بي كبيرة بتدل على مجموعة من الأعداد، مثلا مجموعة أعداد مثلا واحد اثنين ثلاثة بسميها بهذا الشكل، بنرمز لها أو آ أو بي سي إلى آخره. لكن لما بحط بهذا الشكل بي بهذا الشكل يدل على أنها أسرة مجموعات، قلبها في مجموعات، أسرة من المجموعات، هون مجموعة هون أسرة من المجموعات، ترميز كثير ضروري. فلما بيكون بهذا الشكل يعني أسرة مجموعات. المهم عم بيقول لي فإن بي واحد هاي الأسرة هاي اللي فيها بس المجموعتين A B و C D تمثل أساس للتوبولوجيا تو. كذلك المجموعة X و A B و C D اللي هي سماها B 2 تمثل أساس للتوبولوجيا تو. أما المجموعة X A B لا تمثل أساس للتوبولوجيا تاو. شو السبب؟ بدنا نتأكد من التعريف. التعريف عم بيقول لي إنه كل مجموعة مفتوحة من تاو تكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي، يعني هون من بي واحد. طيب الإكس كيف بينكتب؟ بينكتب هو A B اي بي سي A اجتماع B سي دي اجتماع سي دي، اجتماع سي دي اللي هو اذا A B C D، اذا انكتب بشكل اجتماع لعناصر بي واحد. شو عندنا الفاي؟ فاي الفاي هل يكتب بشكل كيف اجتماع لعناصر من بي واحد؟ نعم، لانه الفاي اصلا هو فاي اجتماع فاي اجتماع فاي، لانه هالفاي هاي هي من بي واحد، لانه ما هي اسره مجموعات. بس ما مذكورة في باي دائما في احنا بي هون واحد نحن بنعتبرها من الفاي من البي واحد دائما. هلا بالتوبولوجيا بدنا نتاكد انه هي من ال يعني هي هي اسره المجموعات من بينات المجموعه الخاليه، يعني انا ممكن يكون عندي هون مجموعه ما فيها ولا عنصر. من شرط التوبولوجيا هذا ما بيهمنا انه هي توبولوجيا ولا لا، لكن من شرط التوبولوجيا بدنا نتاكد انه الفاي موجوده. يعني هي توبولوجيا هون ايه من بس باب بي واحد هون من باب ال ذكر ال من تعريف التوبولوجيا هاي من تعريف التوبولوجيا بدنا نتاكد انه فاي، من شرط التوبولوجيا بدنا نتاكد انه فاي تنتمي الى تاو. لكن بشكل عام مثل مصطلح او اصطلاح دائما فاي تنتمي لاسره المجموعات الجزئيه المكونه من مجموعه العناصر المكونه من مجموعه اكس اصطلاحا فينا نقول. تمام؟ اصطلاحا يعني الفاي تكتب بشكل اجتماع للفاي بحيث هالفاي هاي تنتمي لبي واحد. يعني دكتور هاي مثل أول ما بدأنا وقت أخذنا مجموعة مجموعات الجزيئة تماما، مجموعة مجموعات جزئية، بس هي مجموعة منا إيه ففيها تماما الفاي، هاي إيه تمام فيها يعني الفاي لذلك الفاي تنتمي لبي واحد تماما، لأن بنعتبر نحن مجموعة مجموعات الجزيئة مجموعة مجموعات جزئية، أسرة مجموعات جزئية من إكس. فاصطلاحا فاي موجودة في بي واحد. تتذكروا لما كنا أخذنا أسرة المجموعات بي إكس كبيرة مثلا على الأسرة A B C، مثلا كنا نقول هي أسرة A و B و C و A B وإلى آخره، مجموعة القوى سميناها. فهونيك الفاي تنتمي لـ بي إكس اصطلاحا، اي ما كنا نكتبها بس هي اصطلاحا موجودة. تمام؟ لكن هون البي واحد هي جزء من بي اكس
تماما، بي 1 جزء من بي اكس. طبعا هي هلا انا عندي اكس أس مجموعه فيها اي بي سي دي، وعندي بي 1 اسره من هالمجموعه، اسره تحوي مجموعات من هالمجموعه اكس، اسره مجموعات من اكس. يعني دكتور نحن ما أخذنا جميع عناصر بي إكس، أخذنا جزء منها. تماما جزء منه. جزء منه ينتمي لتاو. جزء منه ما بنعرف حاليا اذا ينتمي جزء منها ينتمي لعناصره. لبي إكس. نحن هلا عندنا بي اكس اسره كل المجموعات الجزئيه المكونه فوق اكس، ما هيك عرفناها؟ إيه، لكن بالتعريف إنه بي محتوى في تي، بي محتوى محتوى. في تي أي تعريف قصدك؟ ال تعريف الأساس، الأساس المجموعة بي محتوى في تي، يعني هون بي واحد بتكون محتوى في تي. تماما، بس ما يعني ما في، ما بصير تعارض مع انه هي محتويات باثنين المحتويات بالاصل ببي اكس، هيك قصدك؟ أكيد بي اكس تحوي في تماما، يعني انا عندي بي اكس المجموعة الكبيرة. اصلا احنا كنا لما عرفنا تاو قلنا انه تاو هي محتويات ببي اكس، وحاليا مثل ما عم نحكي البي كبيره هي هي محتويات في تي، وبالتالي كلهم اسر جزئي، اسر جزئي من المجموعه بي اكس. لكن ما ضروري بي تكون توبولوجيا، ما أنا توبولوجيا. هاي مثال، مثلا هاي البي ما أنا توبولوجيا لانه ما فيها الاكس ولا فيها الفاي بشكل صريح، ما مكتوب فيها الفاي وما فيها، بس هدول لو حط الاكس وينه؟ اي بي ما موجوده، يعني لازم نكتب الاجتماع. يعني انا اللي بيهمني هون حاليا انه هالاسره هي ما ضروره تكون توبولوجيا، لكن تحقق شرط القاعده اللي هي شو هي؟ انه كل مجموعه من تاو تكتب بشكل اجتماع لهذه، لعناصر من هذه المجموعه. فوقتها بقول انه هالمجموعه هي بي واحد هي اساس للتوبولوجيا تاو. فاللي عم نحكي انه اكس هي عبارة عن اي بي اجتماع سي دي، نكتبه الفاي هي اجتماع للعناصر فاي، اجتماع الفاي. شو لسه عنا؟ الاي بي هو اجتماع لنفسه، اجتماع اي بي كله هو بيعطينا اي بي، والسي دي نفس الشيء. اذا احسنت اكتب عناصر تاو كاجتماع لعناصر بي واحد. طيب عناصر تاو هل تكتب ك اجتماع لعناصر بي اثنين؟ بالنسبة لبي اثنين لا يمكن. ليه؟ ليه؟ تكتب اي بي يمكن. ايوه عفوا، تكتب انا مخربط اي بي المجموعات. اي سي دي نفسه تكتب اصلا. هون كمثال هذا ما لازم يكون هيك، لازم يكون مثال ثاني، فهو عم يعطينا هذا المثال. لا ما اصلا ما في مجموعه ثانيه ممكن تنكتب بهذا الشكل. نحن هلا ممكن ناخذ مثال اخر لتوبولوجيا مختلفه بنشوف بشكل افضل. يعني فهون تكتب يعني اكس هي اجتماع للاكس ونفس الشيء، يعني ما بيغير شيء اصلا. بي واحد ما الاختلاف عن بي اثنين غير انه موجوده فيه الاكس، ما هي الاكس اصلا اجتماع لهدول المجموعتين، فما في هالاختلاف الكبير بين بي واحد وبي اثنين، بس عباره انه حط اكس، ونحن هون عم ناخذ اجتماع لمجموعات، وبالتالي الاكس بالاصل موجوده. المجموعه الثالثه البي ثلاثه هل تشكل اساس؟ منا سمعت نشوف الصوت؟ الاكس، الاكس بتنكتب، الفاي بتنكتب، قلنا اجتماع للعناصر الخاليه اللي هي من بي 3، الاي بي بتنكتب لانه بالاصل موجوده، السي دي فينا نكتبها كاجتماع لهدول من هدول لا العنصرين؟ سي دي لا لا يمكن ان يكتب كاجتماع، ما في اني اكتبه كاجتماع لعناصر من هون، لانه يعني اجتماع عناصر من هون اجباري بده يكون شو؟ يا اما اكس بده يجمعها مع نفسه وبالتالي بده يعطيني اكس، يا اما اكس بده يجمعها مع الاي بي بده يعطيني اكس، يا اما الاي بي بده يجمعها مع نفسه بده يعطيني الاي بي. فلا يمكن ان اكتب سي دي كاجتماع لعناصر من بي 3. اذا بي 3 لا تمثل اساس للتوبولوجيا طبعا. بنستنتج من هذا المثال انه ممكن يكون عندي اكثر من قاعده لنفس التوبولوجيا، صح؟
مثل بي واحد، بي اثنين. يعني هاي النتيجة اللي ممكن نعرفها. شوفوا بي واحد وبي اثنين مجموعات مختلفة، هون بس اي بي سي دي، هون اي بي سي دي ومضاف للاكس لنفس التوبولوجيا. فبي واحد هي قاعدة او اساس، وبي اثنين هي قاعدة او اساس للتوبولوجيا تاب، وبالتالي يمكن ان يكون هناك اكثر من اساس لنفس التوبولوجيا. في سؤال تعريف ما له صعب، يعني بس ناخذ هيك أمثلة رقمية ما له صعب. دكتور بس تمام هي مجال بي 3، ليك ما كنت منتبه معكم، شو هي؟ بس مجال مجموعة بي 3. ايه شو بقى؟ ليش ما انا توبولوجيا؟ انت جيت متأخر عن التعريف. ايه ايه نحن عم تعريف الأساس، الأساس للتوبولوجيا انه يكون عناصر التوبولوجيا تكتب بشكل اجتماع لعناصر الأسرة، الأسرة اللي هون أخذ بي ثلاثة للعناصر الأسرة بي ثلاثة. إذا كانت عناصر التوبولوجيا يعني المجموعات المفتوحة تكتب بشكل اجتماع للعناصر من الأسرة هاي، فنقول أن هذه الأسرة تشكل أساس للتوبولوجيا. خلينا نشوف وحدة إكس تنكتب بشكل اجتماع لأنه هي إكس أصلاً، أصلاً موجودة، مجرد كانت موجودة ما في داعي نشوفها. الأي بي أصلاً موجودة. طيب كيف بدي اكتب السي دي هاي المجموعة كاجتماع من هون؟ سي دي كيف بدي اكتبها كاجتماع؟ انا عندي كم حالة اجتماع، يا اما اكس بدي اجمعها مع نفسها بدي يعطيني اكس، ما اعطاني السي دي. ايه تمام دكتور، السي دي ما يبين علي بتاعه، ما بعرف ليش. ها ما بعرف، بلكي من المشاركة، المشاركة انا موجود مبين عندك، لا فممكن واضحة، مشكلة هذا عندك، غير عدد. بجوز مشكلة من عندك من الشاشة. تمام، المهم ايه وضحت المشكلة. وضحت وضحت تمام. انا ما كنت باين عليه سي دي، ولذلك ما عرفت ليش انه بي 3 ليست اساس. تمام هلا قلنا انه السي دي موجوده بتاو، وضحت الامور. تماما. مثال اثنين، الفضاء العادي اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية مع التوبولوجيا يو، اللي حكينا أنه بهذا الفضاء بهي التوبولوجيا المجموعات المفتوحة بتكون عبارة عن أقواس مفتوحة من الطرفين، تذكرناها هاي بتكون مجموعة مفتوحة، سميناها للتوبولوجيا بدال تاو، رمزنا لها لأنه توبولوجيا خاصة سميناها يو بهذا الشكل، وآر هي مجموعة الأعداد الحقيقية. هاي الفضاء التوبولوجي، توبولوجيا يو. تمام، عائلة الفترات المفتوحة بي اللي هي اي بي، مجال مفتوح من الطرفين بحيث انها البي اي والبي من ار تمثل اساس للتوبولوجيا على ار. هذا الكلام اصلا واضح من التعريف مباشرة، صح؟ يعني كل مجموعة مفتوحة تكتب بشكل اجتماع لهدول لهي المجموعة، أو إذا بنرجع للتعريف هون مثل عفوا عفوا، بالنسبة للآر الآر. كيف بدك تنكتب بشكل فترة من اجتماع فترات من بي الآر نفسها يعني؟ الآر نفسها كيف بدها تنكتب بشكل إي اي الآر بي؟ هي من ناقص ما لا نهاية للمعنى إيه النهائي. تمام، الآر تمام، الآر نفسها هي عبارة عن اي بي بحيث هال اي كبير جدا الى ما لا نهاية، وبي كبير جدا الى ناقص لا نهاية، او لكن هو الار بالتعريف حاطط تساوي اي وبي اجتماع، تمام، تنتمي لار. اي بي اجتماع الاي بي بحيث اجتماع الاي للاي بي. فانت لما عم تاخذ اجتماع كل العناصر لاي بي واي بي من ار بدنا نحصل على المجموعة ار اجباري. راح يضل يكبر هذا المجال، راح يضل يكبر طالما A و B عم تكبر، راح يضل يكبر لحد ما نوصل إلى ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية. تمام في التباس أستاذ إبراهيم؟
ما قلت بس انه بالتعريف كاتبين A وB تنتمي لـ R. نحن بنعرف الناقص بينها ما لا نهاية، ما بالأصل هي ماي من R. ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، معنى من R. ما كيف لا من يعني؟ R، لأن نكتب R مثل مجال مفتوح. يعني هو مجال مفتوح، لكن يعني أي عدد مهما كبر بينتمي لـ R، لكن من عدد ناقص ما لا نهاية، من عدد زائد ما لا نهاية يعني. بشكل عام، أي مجموعة مفتوحة، أي مجموعة مفتوحة يو في آر، إذا كان هالنقطة بي تنتمي ليو، معناتها في مجال مفتوح في فترة مفتوحة اللي هي بي ناقص دلتا بي زائد دلتا، بحيث إنه هالبي تنتمي لإله، صح؟ بي تنتمي لهذا المجال، ايوه وهذا المجال محتوى بيو. فهذا الشق الثاني من التعريف، انه لكل نقطة بي في فترة مفتوحة، يعني في مجال مفتوح، هو طبعا هاي الفترة صغيرة جدا، لكن بالنهاية هي مجال مفتوح. صار عندكم مشكلة بالمشاركة ولا بس عندك؟ ما في مشكلة. فصار عندنا انه كل من اجل كل نقطه بي من ار، يعني بي من يو، نحن بدنا التعريف بي من يو مجموعه مفتوحه، من اجل كل في مجموعه جزئيه مفتوحه هي من الشكل بي ناقص دلتا بي زائد دلتا محتوات بيو. هذا الكلام صحيح. يعني اذا عندي يو مثلا يساوي مثلا 5 6، او 5 يو بتساوي مثلا 5 7، هل هي مجموعة مفتوحة؟ مجموعة مفتوحة تنتمي للفضاء التوبولوجي العادي اللي هو R ميو، تنتمي لهذا الفضاء. كل نقطة من هذا المجال، كل نقطة من هذا المجال فيني أعبر عنها بالشكل، بدنا نقطة من هذا المجال مثلا، شو بدنا ناخذ؟ الخمسة، طالما هي مجال مفتوح ما راح ناخذها، أي عدد أكبر بقليل من الخمسة، وبالتالي يعني هذا العدد فيني اكتبه بالشكل بي ناقص دلتا بي زائد دلتا، بحيث دلتا صغيرة جدا، مجال مفتوح والبي تنتمي لإله، وهالمجال محتوى بيو. وبالتالي تحقق تعريف الأساس. المثال الثاني، الفضاء المنفصل. نحن حكينا أنه الفضاء المنفصل سميناه دي بدال تاو، قلنا ببعض التوبولوجيات بنسميهم رموز خاصة دي، فضاء المنفصل اللي هو شو قلنا؟ هو أسرة كل المجموعات إكس وفاي، وأسرة كل المجموعات الجزئية اللي يمكن تشكيلها، يعني هو بي إكس بشكل عام. أسرة كل المجموعات، يعني أنا إذا عندي مجموعة A B مثلا، فشو الفضاء اللي عليها؟ إكس وفاي، وفيها المجموعة A لحالها، وفيها المجموعة B لحالها، وفيها المجموعة A B اللي هي X، فهذا هو الفضاء المنفصل لمجموعة مكونة من عنصرين، تمام؟ شو تعرف الأساس؟ قلنا إنه كل مجموعة من التوبولوجيا تكتب بشكل اجتماعي لعناصر من P، فعناصر الأساس P بتكون بهذا الشكل، هي عبارة عن كل نقطة باخذها، أصلا كل نقطة موجودة بمجموعة لحالها، صح ولا لا؟ فأنا عندي نقطة بي من إكس، فهي أكيد في مجموعة بي تنتمي لمين؟ لتاو اللي هو هون سميناه دي. وبالتالي المجموعة هاي إما اجتماع لنفسها أو اجتماع لعدة مجموعات، يعني أنا إذا عندي المجموعة A B فهي اجتماع للA اجتماع البي، هاي تنتمي للبي وهي تنتمي للبي، فالمجموعة A B انكبت بشكل اجتماع لعنصرين من بي، وبالتالي كل عناصر التوبولوجيا تكتب بشكل اجتماع لهي الأسرة بي، إذن تشكل أساس للتوبولوجيا.
في سؤال؟ تمام. إذا عندي مجموعة X فيها العناصر A B C D، وأخذت الأسرة B كبيرة اللي فيها A B B C، لنفترض أنه هناك أنه في مثلا، لو افترضنا أنه هناك توبولوجي تاو على X، طالما في بدنا نفرض أنه فينا نعرف توبولوجي على X، السؤال هل P هالأسرة هي تمثل أساسا لهذه التوبولوجيا أم لا؟ يعني هون بدنا نحكي بشروط الأساس، شو هو مفهوم الأساس بشكل عام. طالما عندي أنا توبولوجيا، نحن قلنا إنه بي محتوات في تاو، طالما تاو توبولوجيا فإن يعني طالما تاو توبولوجيا معناتها العنصرين وين بدهم يكونوا؟ بتاو، لأن بي محتوات في تاو، معناتها أنا عندي اي بي وبي سي بينتموا لتاو. طالما بينتموا لتاو معناتها تقاطع ينتمي لتاو بناء على تعريف التوبولوجيا، صح؟ تقاطع اي عنصران من تاو هو عنصر من تاو. اي بي تقاطع ايوه بي سي، مين هو اي بي تقاطع بي سي؟ هو البي. وبي طيب هو البي، هذا البي ينتمي لتاو. طيب السؤال، هل يمكن كتابة هذا العنصر كاجتماع لعناصر بي كبيرة؟ هاي يعني انا نوجد عندي، هلا نوجد عندي عنصر من التوبولوجيا اللي هو بي. ليش تاكدت انه من التوبولوجيا؟ لانه تقاطع عنصرين من التوبولوجيا هو عنصر من التوبولوجيا، فاكيد بي ينتمي للتوبولوجيا. فهلا تعريف الاساس انه كل عنصر، كل مجموعه من الفضاء التوبولوجي من التوبولوجيا تكتب بشكل اجتماع لعناصر الاساس، الاساس بي. هل هذا العنصر بي لحاله يمكن ان يكتب كاجتماع لهدول؟ لا يمكن، لانه يا اما بده يكون ترجمة اي بي اجتماع اي بي مع نفسه ما بيساويه، او بده يكون اجتماع بي سي مع نفسه ما بيساويه، او اجتماع اي بي مع بي سي اللي هو بده يعطيني اي بي سي، ولا وحده منهم عطتني المجموعه اي. يعني اخذت كل الاجتماعات ما عطتني المجموعه بي، ما عطتني المجموعه بي، معناتها هل بي كبيره هاي، هالاسره هاي لا تشكل اساس. ليش؟ لأنه نوجد عنصر من التوبولوجيا لا يكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي. مفهومة؟ تمام. كيف عرفنا أنه هالبي من التوبولوجيا؟ لأنه تقاطع عنصرين، طالما أنا عم بقول بي لحتى تكون أساس معناتها لازم تكون محتوات بتاو، طالما هدول العنصرين من تاو معناتها تقاطع بتاو، إذا هذا متأكد ينتمي لتاو، وبالتالي بس شو ما حسبنا نكتبه بشكل اجتماع العناصر من بي، وبالتالي هالبي هاي لا يمكن أن تكون أساس للتوبولوجيا تاو. في عنا نظرية بتقول لي إذا كانت بي أسرة عائلة من المجموعات الجزئية غير خالية من إكس، فإن بي أساس لتوبولوجيا على إكس إذا وفقط إذا تحققت الشروط. يعني هون بدنا نبحث عن الشروط اللي بتخلي المجموعة، مثل المثال اللي حكيته من شوي، ليش ما كانت هالأسرة توبولوجيا أو أساس للتوبولوجيا؟ ليش ما كانت؟ لأنه شفت إنه تقاطع مجموعتين من الأسرة بي أعطاني عنصر من التوبولوجيا، ولكن هذا العنصر من التوبولوجيا لا يمكن أن أكتبه بشكل اجتماع لعناصر من بي. فهي بشكل عام شو المشاكل اللي ممكن تواجهنا بهذا المجال؟ هون أعطيني إياهم ضمن نظرية، إنه إذا كان عندي بي أسرة عائلة من المجموعات، الجزئية غير الخالية من إكس، فإن بي أساس للتوبولوجيا على إكس إذا تحقق الشرطين. يعني أنا هون شو عندي؟ عندي بالنظرية شرط لازم وكافي،
لحتى تكون هالبي هاي أساس يجب أن يتحقق بس الشرطين. نص المصدرين ما هو على الشاشة ليه؟ لا مهلا ايه تمام. إذا لحتى يكون هالأسرة بي تشكل أساس لتوبولوجيا على إكس لازم يتحقق الشرطين، أو إذا تحققوا هذول الشرطين فمعناتها هالأسرة بي اللي بتحقق هذول الشرطين هي عبارة عن أساس للتوبولوجيا تاو على إكس. هذا المطلوب، مطلوب برهان هاي النظرية. فنحن بس برهنت هاي النظرية صار عنا شيء بخص الأساس اللي هو إنه لحتى تكون أسرة ما بي، عطاني أسرة هي تشكل أساس للتوبولوجيا يجب أن تحقق هدول الشرطين، أو إذا كانت أساس فهي تحقق هدول الشرطين. فمجرد برهناها فبنحصل على قاعدة للأساس. كيف بدنا نبرهنها؟ أول شيء بدنا نفرض إنه بيت بي كبيرة، البي هي هي أساس، ما هيك؟ للتوبولوجيا، أساس للتوبولوجيا على إكس، للتوبولوجيا سموها تاو على إكس، ولازم نحقق شرطين، يعني لازم نبرهن ونبرهن الشرط الأول والشرط الثاني. يعني هون النظري شرط لازم وكافي، ذهاب وإياب، يعني عندي اتجاهين بهذا الشكل. هون عندي بيتا أساس معناتها الشرطين محققين. إذا هلا راح نفرض إنه بيتا أساس وبدنا نبرهن الشرطين، وبالحالة الثانية بدنا نبرهن إنه، يعني هلا الاتجاه هيك بدنا نبرهنه إنه أساس وبدنا نبرهن الشرطين، بعدين الشرطين محققين وبدنا نبرهن إنه هي أساس. طيب بي هي أساس للتوبولوجيا على إكس، بدنا نبرهن الشرطين، شو بدنا نعمل؟ هلا طالما هي أساس معناتها كل عنصر من إكس، معناتها كل عنصر من تاو يكتب بشكل اجتماعي لعناصر من بي، صح ولا لا؟ يعني أصلا هذا الشرط واضح من التعريف، واضح من التعريف، طالما بيتا، مو بيتا، بي أساس للتوبولوجيا تاو، فإن كل عنصر من تاو يكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي. طيب إكس من تاو معناتها بتنكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي، وهل بي من بي؟ خلصنا. الشرط الثاني، إذا عندي أنا بي واحد وبي اثنين من البي كبيرة من الأسرة بي، وعم قول بي أساس للتوبولوجيا، معناتها هي محتوى بتاو، معناتها صار معي بي واحد وبي اثنين من تاو. إذا بي واحد وبي اثنين من تاو معناتها شو؟ تقاطعه من تاو. طالما بي واحد تقاطع بي اثنين من تاو وبي هي أساس للتوبولوجيا، معناتها يكتب بشكل، معناتها بي واحد اجتماع تقاطع بي اثنين يكتب بشكل اجتماع لعناصر بي اي، البي اي من بي، صح؟ واضح الاتجاه الأول؟ هيك بيكون خلص الاتجاه الأول. طالما هي أساس بدنا نبرهن الشرطين. الحالة الثانية إنه الشرطين محققان، اي واثنين اي محققين، ونبرهن ان بي الاسره بي اساس للتوبولوجيا
على اكس، دي توبولوجيا على اكس. كيف بدنا نبرهنها؟ انا عندي هدول الشرطين صحيحين حاليا، موجودين صحيحين محققين، وبدي برهن انه البي هي هي عباره عن اساس للتوبولوجيا على اكس. يعني لازم اوجد توبولوجيا او لا في توبولوجيا، هل بي هي هي اساس لها؟ شوف، لو اخذت اسرد كل المجموعات الجزئيه من اكس اللي يمكن كتابتها ك اجتماع العناصر من بيتا، هيك راح نقول ناخذ اسرد كل المجموعات الجزئية من X، من المجموعة X، والتي يمكن كتابتها كاجتماع لعناصر B، لعناصر B أو من B. يعني راح سميها لهي الأسرة تاو، حاليا ما بعرف اذا التوبولوجيا، راح سميها تاو. هي عباره عن مجموعه محتوات باكس، بحيث هالمجموعه هاي هي عباره عن اجتماع لعناصر من بي. يعني انا اخذت اسره كل المجموعات الجزئيه من اكس اللي فيني اكتبها كاجتماع العناصر من بي، سميتها تاو. حاليا ما بعرف اذا هي توبولوجيا، انا سميتها اصطلاحا تاو. يعني كيف هي؟ هي مجموعه اسره المجموعات من اكس، التي شو ميزتها هي المجموعات؟ تكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي. ونبرهن انها توبولوجيا. هالمجموعة إذا برهنت إنه توبولوجيا ما خلص البرهان؟ خلص البرهان، لأنه طالما صارت هالمجموعة توبولوجيا وعناصرها تكتب لاجتماع من عناصر من بي، فصارت هالبي أساس للتوبولوجيا. ايوه يعني هون سر البرهان بتعريف المجموعة تاو هاي. هاي المجموعة تاو هون بيخلص البرهان. يعني أنا بس عرفت هاي المجموعة، البرهان صار سهل. ليش؟ أنا عم قول إنه هالمجموعة هاي هي أسرة المجموعات الجزئية من إكس التي تكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي، هيك عرفت لها الأسرة. وعم قول بدي برهن إنه توبولوجيا صارت عناصر التوبولوجيا هي أسرة كل المجموعات من إكس التي تكتب كاجتماع لعناصر من بي، معناتها هاي البي هي أساس لها التوبولوجيا. طيب تمام شو بدنا نعمل؟ يعني هلا راح ارجع اكتبها. تاو هي عباره عن مجموعات محتوات باكس، بحيث هاليو هاي تكتب بشكل اجتماع لعناصر بي اي، اجتماع الاي للبي اي، بحيث هالبي اي من وين؟ من الاسره بي. بدنا نبرهن من التوبولوجيا. لنبرهن من التوبولوجيا شو بدنا؟ ثلاث شروط. الشرط الاول انه اكس وفاي ينتمي لها التاو هاي، لها الاسره تاو. بينتمي ولا لا؟ ما تنسوا انه هدول الشرطين محققين. حاليا الاكس انا عم بنسى بينتمي. بالعكس، الاكس بينتمي. اكس واضح من التعريف، اكس ينتمي لتاو، والفاي سبب اجتماع. كمان بينتمي، لانه الفاي اجتماع لنفسه، اجتماع الاي للفاي اي، بحيث الفاي اي من بي. نفس الفكره اللي حكينا فيها شوي من شوي استاذ ابراهيم، انه الفاي اصطلاحا ايوه هي بي، الاسره بي. فاذا احسنت كتبت الاكس والفاي كاجتماع لعناصر من بي. هو عم يقول لي الاكس تكتب كاجتماع لعناصر بي محققه، والفاي احسنت اكتبها كاجتماع لعناصر من بي. ايه معناتها هالاكس والفاي تنتمي للاسره تاو. هاي اول شرط تتحقق. الشرط الثاني، يعني هون انا بدي برهن انه
الاكس تند تكتب كاجتماع لعناصر من بي، طالما انكتبت كاجتماع لعناصر من بي فهي حققت المجموعه تاو، معناتها تنتمي لها المجموعه، حققت شروط المجموعه تاو وبالتالي تنتمي لها المجموعه. بدي اكتب الفاي كاجتماع، هون بدي احققه هذا كاجتماع لعناصر من بي، احسنت اكتبها، هي البي اي هون راح اخذهم كلهم فاي وراح اجمعهم، اخذ اجتماعهم راح يكون بي بي تاو بحقق اجتماع هو فاي وبالتالي ينتمي لتاو. الشرط الثاني شو هو؟ بدنا ناخذ تقاطع. مجموعتين من تاو، تقاطع تماما، بدي اخذ مجموعة اسمها يو تنتمي لتاو وبدي اخذ مجموعة ثانية اسمها في تنتمي لتاو، وبدي برهن انه يو تقاطع في ينتمي لتاو، هذا شرط المجموعة، الشرط الثاني بالتوبولوجي. طيب شو يعني يو ينتمي لتاو؟ يو ينتمي لتاو يعني يو من هو، معناته يو محتوى بإكس، وهل يو يكتب بشكل، معناته يو محتوى بإكس طالما ينتمي لتاو، أصلا يو أكيد من إكس ما بيهمني هذا، فأنا بيهمني هون يو يكتب، يمكن أن يكتب بشكل اجتماع على الآي للبي آي، صح ولا لا؟ وهل بي آي من بي، وفي ينتمي لتاو يعني بحقق تعريف المجموعة تاو، وفي يكتب بشكل اجتماع، ما رح ناخذ نفس الدليل، رح نسميه جي للبي جي، لأنه المجموعات اللي ممكن اجتماعها بيعطيني يو ممكن تكون مختلفة عن اجتماع المجموعات اللي بيعطيني في، فلهيك رح آخذ دليل مختلف للبي جي، بحيث هالبي جي من وين؟ من الأسرة بي. وهلا بدنا نشوف هالتقاطع، هذا يو تقاطع في، شو بيساوي يو تقاطع في؟ يساوي اجتماع على الاي للبي اي تقاطع، فينا ناخذهم هيك، تقاطع اجتماع على الجي للبي جي، فينا هون نحقق قانون دومورجان بالمجموعات، تقاطع تقاطع مجموعتين اجتماعات هو اجتماع تقاطعات، صح؟ يعني فينا نقول هذا اجتماع على الاي وعلى الجي لمين؟ للبي اي تقاطع بي جي، صح ولا لا؟ حسب التوزيع، قانون التوزيع. قوانين التوزيع. طيب بي تقاطع جي من وين؟ بي اي تقاطع بي جي، بي اي تقاطع بي جي من وين؟ بي اي من بي، البي وبي جي من بي، معناتها تقاطع من وين؟ من البي بي، يعني فينا اخذوا لهذا التقاطع سميه بي ك، اللي هو يساوي بي اي تقاطع بي جي، وهذا من بي، يعني هذا صار اسمه، فينا نقول بالشكل التالي، هذا بدال ما صار سميه هيك صار الغي وقول هو بي ك واجتماع، بدال اي والجي صار الدليل ك. طيب شو معنى هالحكي؟ معناته هالتقاطع هذا انكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي، يعني تحقق الشرط، هاي عناصر من بي وهي اجتماع، معناته هل يو تقاطع في، احسنت اكتبه كاجتماع لتقاطع كاجتماع لعناصر من بي، وبالتالي هو ينتمي لمين؟ لأسرته، معناته يو تقاطع في ينتمي لتاو. إيه. وبالتالي الشرط الثاني تحقق. الشرط الثالث شو بدنا نقول؟ انه الاجتماع الكيفي لعناصر يو اي، الاجتماع الكيفي لعناصر يو اي ينتمي لتاو، ما هي؟ الاجتماع الكيفي لعناصر من تاو ينتمي لتاو بحيث اليو اي من تاو، شو بدي اعمل؟
انت معي؟ معك اليوم راسي عم بس يجاني، اليوم راسي كثير عم يجاني، ليش ما بعرف؟ لهيك والله كنت راح اعتذر منكم، صار عندي ظرف وبعد هيك وجاني راسي كثير. يلا خير إن شاء الله. شو بدنا نعمل؟ هلا طالما يو اي من تاو معناتها تحقق تعريف تاو، ما هي؟ معناتها هاليو اي تكتب بشكل اجتماع على الاي، او خلينا ناخذ رمز جديد، ما يصير اي مع اي، خلينا نسميها كا. يو اجتماع لليوكا من تاو، هيك اجتماع الكا لليوكا من تاو. هل يوكا من تاو معناتها هل يوكا يكتب بشكل اجتماع على الاي لعناصر بي اي، صح ولا لا؟ لانه تاو مثل ما حكينا بنرجع نكتبها يو محتوات بي اكس، بحيث هل يو يكتب بشكل اجتماع على الاي للبي اي، وهالبي اي من وين؟ من الاسره بي. فإذا هل يوكا يكتب بشكل اجتماع العناصر بهذا الشكل. يعني احنا شو بدنا؟ بدنا اجتماع على الكا لهالعناصر هاي. ايه برجع بضيف اجتماع، معناته صار معنا اجتماع على الكا لا اليوكا، محله بحط محله اجتماع على الاي للبي اي. ما هيك؟ محل اليوكا حطيت قيمته. تماما، اجتماع على الكا اجتماع على الاي للبي اي، من وين بده يكون هذا العنصر كلياته؟ ما بده يكون من تاو؟ اجتماع الاجتماع، يعني انا بالاخير عم اخذ عناصر بي اي من الاسره بي، من الاسره بي عم بجمعها، سواء كان الدليل على الاي ولا على الكا. معناتها هالاجتماع هذا من وين؟ ما من تاو، من بي. يعني الاجتماع هذا انكتب بشكل اجتماع لعناصر من وين؟ من بي. يعني هون بس بدي يصير معي اجتماع الاجتماع. يمكن صار في انت بس هيك نظفها يعني انا هلا عندي يو كا سميته اجتماع على الكا للبي كا. نحن شو بدنا نبرهن؟ بدنا نبرهن انه اذا كان عندي يو بدنا نبرهن انه اجتماع على الكا لليوكا ينتمي لتو، بحيث هاليوكا ينتمي لتو، وبالتالي اجتماع ينتمي لتو. يعني هذا العنصر بدي برهن انه بينتمي لتو. طيب خلونا ناخذه يو كا او اجتماع اليوكا، الاجتماع طبعا على الكا لليوكا شو بيساوي؟ اجتماع على الكا اليوكا مين هو؟ اليوكا من تاو، وبالتالي يحقق شرط تاو، اللي هي شو شرط تاو كان؟ انه هاليو عبارة عن اجتماع على الاي للبي اي، وهالبي اي من بي، من الاسرة بي. فمحل اليوكا بدي احط هذا التعريف اللي له اجتماع على الاي للبي اي، بحيث هالبي اي من بي. هالاسرة من وين؟ هالاجتماع هذا من وين؟ ينتمي لبي. يعني بيتحقق تعريف اجتماع العناصر من بي بالأخير، كلياته اجتماع العناصر من بي، وبالتالي هذا كلياته من وين؟ من تاو. إذا الاجتماع هاد طلع من تاو. صار معنا الشرط الأول إنه الإكس والفاي تنتمي لتاو، والشرط الثاني إنه يو تقاطع في ينتمي لتاو، والشرط الثالث إنه اجتماع العناصر كا لليو كا ينتمي لتاو. بهذا الشكل. برهان سهل ما له صعب. ممكن أنا شوي لخبطتكم.
في عندي هون مثال بي واحد، عم بيقول لي بري انه هالبي واحد عبارة عن اساس للتوبولوجيا. قلت انا كلهم بي واحد اساس التوبولوجيات على ار، التوبولوجيا الحقيقية العادية. بي واحد نحن راح نشوف هلا هو عبارة عن المجموعة أنصاف الأقواس المفتوحة من اليسار والمغلقة من اليمين، بحيث هال A وال B ينتمي ل R، بحيث A أصغر من B. عم بيقول لي هل هي أساس أم لا؟ شو يعني لا تكون أساس؟ بناء على النظرية السابقة، لحتى تكون أساس لازم يتحقق من الشرطين، يعني هذا تطبيق، خلينا نحل تطبيق على النظرية السابقة. يجب أن يكون الـ X يكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي واحد، لأنه هون عندي بي واحد. والشرط الثاني إنه إذا أخذت يو وفي فإن تقاطع يجب أن يكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي واحد. ما هيك كان الشرط؟ الشرطين. نحن هلا ناخذ إنه إذا تحققوا هالشرطين معناتها هي أساس. الإكس تكتب بشكل اجتماع لعناصر من بي، وإذا أيا يكن بي واحد وبي اثنين من بي، فإن بي واحد تقاطع بي اثنين يكتب كاجتماع العناصر من بي. فمجرد تحقق هدول الشرطين، إذا بناء على النظرية فهذا المجموعة بي هي أساس، لأن نحن عم نحكي عن بي واحد. خلونا نشوف الشرط الأول، هل إكس يمكن أن تكتب كاجتماع لعناصر من بي واحد؟ يعني فيني أكتب R مجموعة الأعداد الحقيقية بشكل اجتماع للأقواس A B. لا، ليش؟ لأنه مغلق. اجتماع الأقواس بده يبقى مغلق من اليمين. إيه ما طيب، بعرف أنا هيك بشوفه، لكن لو نحن أخذنا النقطة بي من بي تنتمي ل ار، وأخذنا البي ناقص دلتا والبي زائد دلتا، بهذا الشكل أو لو أخذنا النقطة P تنتمي ل R، معناتها P تنتمي للمجال AP لهذا محتوى وين؟ بي ار. صوت يعني. ما هذا التعريف، الشق الثاني من التعريف. هي محققة ولا ما محققة؟ أخذت نقطة بي، هذا المجموعة هون نحن سميناها، بدها تكون هاي المجموعة من الأسرة بي واحد، هاي أخذت مجال من الأسرة بي واحد، محتوى بي ار. محقق ولا لا؟ إذا كان محقق معناته ار تكتب كاجتماع، يعني تنتمي لبي واحد. محتوى طيب إذا كانت به الحد الأعلى، بي هي أخذنا النقطة به الحد الأعلى يعني للمجال، تمام. هي عم ناخذ بي الحد الأعلى للمجال. ما فهمت عليك بالضبط شو المقصود بالبي الحد الأعلى للمجال أستاذ براين. البي اللي بتنتمي للمجال، بتنتمي للمجال، ممكن تكون هي الحد الأعلى له لأنه إيه مغلق. طبعا طبعا، يعني أخذت قصدك البي، هي أخذها هي البي. أيوة، إيه طيب، ما بتنتمي للمجال هذا المغلق؟
تنتمي، تنتمي وما له للمجموعة دي. ما له محتوى بي ار، محتوى في ايه؟ معناته الشرط تحقق. الشرط الثاني اذا بنرجع للتعريف، انه انا اشوف بي تنتمي لبي محتويات بي، اللي هون طبعا عم باخذها هي المجموعه الكبيره الكل اللي هي ار، صح؟ انا لما قلت اجتماع للمجموعات لهيك تراجعت عنها، لانه هون بتصير بس فيها التباس. طبعا هون ليش بتصير يا جماعه؟ لا راح اذكر لكم اياها، معلش مضى الوقت.